نعم، نفذ قائد الجيش اليوم زيارة إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، التقى من خلالها رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير بيارديت، ثم انخرط الجانبان في اجتماع مغلق استمر لفترة طويلة. بحسب الوزيري الخارجية من البلدين فإن اللقاء تطرق إلى عدة مواضيع، من ضمن هذه المواضيع مع ما قاله على السابق سفير دولة وزير خارجية دولة السودان المكلف، حينما قال بأن اللقاء تطرق إلى بحث سبل التعاون بين الطرفين والجهود التي تبذلها دول الإقليم لا سيما دولة جنوب السودان من أجل إيقاف الحرب. أيضا تطرق بحسب على السابق اللقاء إلى الاعتداءات المكررة التي كانت تنفذها الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو على بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السودانية. دائما حركة عبد العزيز الحلو أو الحركة الشعبية القطاع الشمالي تنفذ عمليات عسكرية في مناطق من النيل الأزرق وجنوب كردفان، هذه العمليات الموسعة التي تأتي بالتزامن مع العمليات العسكرية الموجودة هنا في الخرطوم. ركز أيضا السفير على الصادق على أن النجوبة هي أقدر من غيرها للتوسط في حل المشكلة السودانية، وذلك للعمق التاريخي والمصير المشترك ما بين البلدين. أيضا تحدث دينغ داو وزير خارجية جنوب السودان عن أن سلفا كير مياردات يملك من الحكمة والمعرفة ما يمكنه من إدارة هذا الملف السوداني بشكل جيد للغاية، خاصة وأنه يحظى بثقة البرهان وبعض الأطراف السودانية الأخرى. تحدث العدد من المنابر عن أن هذه الزيارة من الممكن أن تسهم بقدر كبير جدا في دفع العملية السياسية والعملية السلمية في البلاد، لجهة أن سلفا كير مياردات رئيس دولة جنوب السودان يحظى بقبول كبير خاصة من طرف الحكومة السودانية ممثلة في البرهان، وأيضا يحظى بثقة محمد حمدان دبلو قائد قوات الدعم السريع. سبق لسلفا كير مياردات أن طرح بعض خيارات وقف إطلاق النار خلال الفترة السابقة. كانت دولة جنوب السودان هي رئيسة الآلية المعنية بمتابعة المشكلة السودانية في الإيجاد، إلا أن أيلولتها إلى كينيا هذا الأمر ربما كان سببا مباشرا في سحب السودان ثقته من لجنة الإيجاد. طالب السودان خلال وقت سابق بأن تعود أيلولة رئاسة اللجنة إلى دولة جنوب السودان لكونها أقدر من غيرها على معرفة. ربما أن كل هذه المعطيات بحسب مراقبين تشير إلى أن الثقة متوفرة وكبيرة للغاية في رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردات في الدفع بأهمية المفاوضات ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. طيب، يعني هل تشير الأوضاع على الأرض إلى يعني إمكانية التوصل إلى اتفاقات بالإشارة إلى آخر التطورات الميدانية محمد؟ نعم، آخر التطورات الميدانية ربما أنه الآن في مناطق متعددة من الخرطوم يسود هدوءا حذرا، توقفت حركة الطيران أو تحليق الطيران الحربي الذي كان دائما ما يكون خلال فترات النهار، توقفت قبل ساعات، إلا أن هذا لم يمنع أن هذا اليوم كان مليئا بالعمليات العسكرية. هذه العمليات العسكرية في عدة مناطق قتالية وجبهات متعددة، من ضمن هذه الجبهات محيط سلاح المدرعات، هذا المحيط الذي لم تغب رصاصاته يوما عن الانطلاق، سواء كانت قذائف أو نعم. قذائف عبر المدفعية الثقيلة أو عبر الطيران. ايضا تجدد الاشتباكات في بعض المناطق من وسط كومدرمان، بالاضافه الى قصف متبادل ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في عده مناطق من شمالي بحري وجنوب كومدرمان ووسط الخرطوم. محمد إبراهيم مراسل الغد من الخرطوم، شكرا لك.